السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنشكر الجريدة صوت العدالة، أنني أنا كلمتهم واليوم جاو عندي اليوم وباش يوصلوا الصوت ديالي. أنا بالنسبة ليا أنا اسمي نور ليلى، مغربية، بنت كازا، بنت درب كبير. كنحاول نوصل هذا الصوت هذا للمسؤولين اللي في المغرب. كنحاول نوصل صوتي لملكنا محمد السادس نصره الله، والله يخليه لينا والله ينصره. المشكله اخويا انا اللي عندي، انا من يوم ما جيت المغرب وانا كنعاني، من يوم جيت المغرب صراحه انا وانا كنعاني بزاف بزاف بزاف. جيت انا طبعا كنت عايشه في ليبيا، وليبيا فيها الحرب 24 عام، وانا عايشه في ليبيا 24 عام عايشه في ليبيا وعايشه بخير والحمد لله، كنا عايشين. لكن ناط الحرب، جا واحد نان ناط الحرب، صافي لما ناط الحرب زيت في الدار ديالي صافي ضربونا. كنت كنسكن في الصابري في مكان الضرب اللي فيه الضرب كيقولوا فيه الانصار. دابا انايا لما جيت صافي عينا تمايا، قعدت في المدرسه لي 4 سنين، لما ضربوا لنا الدار وطيحوا لنا داكشي كنت خايفه على ولادي اللي قتلوهم ليا. انا خايفه على ولادي اللي قتلوهم ليا في ليبيا، عشان الناس بزاف ماتوا، الناس صحابنا، الناس شهداء، الناس بزاف ماتوا. كاين حتى الناس حرقوا هربوا، ما بقيتش هناك، ما لقيناش حنا كيفاش نمشيو. لكن في الاخر لما جينا سمعنا في التلفازه المغاربه اللي في ليبيا يدخلوا المغرب، راه عندكم الحقوق ديالكم، عندكم القانون ديالكم. انا من يوم ما جيت المغرب ما لقيت لا حق عندي لا قانون عندي لا حتى شي حاجه عندي. انا كنعاني انا ولادي. انا جيت انا بنتي دابا ضيع عليا من القرايه، مفروض فايت الباك، وجاب معاه الشهاده ديالها، قال لا سير رجعي لليبيا وجيبي الشهاده. فين غنرجعوا وحنا داخلين من الحرب؟ وفين غنرجعوا باش تجيب هي الشهاده ديالتها؟ جاني دخل معايا راجلي مصري، من يوم ما جا هنا ما بغاش يديروا لي الاقامه. سير جي دفعي طلعي، لحد الان دلوقتي 4 سنين وباقي الوراق ديالو قاعدين في الخارجيه. ومشيت باش كنمشي انا من هنا، انا عندي اعاقه في رجليا وما عنديش الفلوس باش نركب حتى في هذاك الكار باش نمشي للرباط وباش نتبع لي الوراق ديالو. مشيت صيفطوني، جيت هنا للكوميسيريه ساتيام، صيفطوني قالوا ضروري تمشي للسفاره المصريه باش يدير لك واحد الورقه، وهذيك الورقه راه غادي هما يصيفطوها للخارجيه باش يساعدوا راجلك يديروا لي الوراق، باش يديروا لي الاقامه، باش يديروا لي الاقامه باش هو يخدم. حتى هو جاي، هو راه حتى هو جاي كيتسمى حتى هو عبر السبيل، جاي داخل معايا هنايا باش يخدم عليا. هو راه ما جايش هو باغي يدير شي حاجه، هو جا باغي يخدم على مواطنه مغربيه كما كان خدام عليا في ليبيا. هو كيصرف عليهم، هو اللي كان كيصرف عليهم في ليبيا وكيخدم عليهم. دابا لما جا المغرب هنا ما لقى لا حقوق لا حتى شي حاجه. طالبه ما طالبه والو، طالبه اقامه ديالو بس اللي طالبه يديروها ليه، ما طالبه حتى شي حاجه. عشان انا تمرمط في المغرب، من يوم شفت انا تمرمط، انا ولادي تمرمط، معقول نعيش في ليبيا وليبيا يديروا لي حقوق ليا انا، ومن جي المغرب ما يديروش لي حقوق؟ علاش؟ واش انا ماشي مغربيه؟ حتى انا مغربيه بغيت نعيش في بلادي، توحشت بلادي 24 عام وانا باغي نعيش خارج الوطن، لكن بغيت نعيش في بلادي. واش ما عنديش حق انا في بلادي؟ انا قاعده غير مع دارنا تما، ما عندهمش تما، راه يوم يهزو يا بركة عليهم. لكن صافي بركة عليهم، انا بغيت نعيش في بلادي. واش عباد الله في الدولة الليبية يهزوني ويديروا لي حقوق لولادي الايتام، وفي الاخر نجي هنا المغرب ما يديروا لي حتى شي حاجة؟ انا واخدة مصري مواطن، راه حافظ لي غير على ولادي، ما دار حتى شي حاجة، باغي يخدم عليهم وباغي يدير الوراق ديالو. راجلي الاول في ليبيا خلى لي جوج وليدات، خلى لي بنت وولد. تلاقيت بهذا الانسان، راه هو جا دابا كاع في ليبيا، دابا ليا شي 12 عام ولا 13 عام وانا واخد هذا الراجل، حتى هو ولدت منه جوج وليدات وعايش مع ولادي، وزعما كاين ماشي زعما كاين محترم ليا ولادي وكيصرف عليهم ومتقي الله فيهم. هل هو دابا ما عندوش الحق دابا يجي يعيش معايا انا وتا هو يصرف علي تا هو باش يخدم على ولادي؟ انا طالبه حتى شي حاجه، طالبه الاقامه ديالو، طالبه غير الاقامه ديالو. انا في ليبيا راني كنت عايشه بخير، ماشي ما انا مش ما كنتش محتاجه في ليبيا، لكن في الاخر حنا تأذينا في ليبيا، ضربوا لي الدار، حرقوا لي الطوموبيله، ماشي غير الطوموبيله، جوج طوموبيلات تحرقوا عندنا. لما تأذينا سكننا قعدنا في المدرسه، قعدونا 4 سنين وحنا قاعدين في المدرسه كنعانيو حنايا، عشان ما عادش عندنا ما عندنا السكن فين نمشيو. الحرب والموت، واحد كيشوف الموت قدامه، صحابنا شحال من حاجه، العائله شحال من حد مات في ليبيا، واش نبقى تما انا نموت انا ولادي؟ لكن لما جيت المغرب يعطوني حق، انا طالبه حقي في المغرب، انني انا مغربيه، انا مواطنه طالبه حقي، انا ما طالبه حتى شي حاجه. لكن بجي المغرب وما يعطونيش حق،
عيت من دخول طلعت هنا سيري الجمعيه دي سيري الجمعيه ما كاين حتى شي حد كيدير شي حاجه. جيت اخويا تلاقيت مع واحد صاحبتنا حتى هي كانت معايا في ليبيا وخويا هي اللي قالت لي تعالي قالت لي راجلك ما دار لي حتى شي حاجه وانت عندك اعاقه في رجليك ما كتقدريش تخدمي تعالي نديروا لك شي حل تعالي لواحد الجمعيه راه كاينه في درب السلطان تعالي ليها وتعالي راه هما غيديروا لك شي حل. دابا جيت هذيك الجمعيه انا مشيت عندهم قالوا لي سيري ديري واحد الوراق وطلعي وديري كشف طبي ودير وهادشي كلشي درتو وسيري جيبي ورقه من القيد حتى هي بانك ما عندك حتى شي حاجه في المغرب وعمرك ما استفدتي حتى شي حاجه في المغرب لا كريمه لا حتى شي حاجه. مشيت اخويا هادشي خويا كنطلع وكنجري ودرت هادشي كلشي وفي الاخر انت هذيك ديال الكشف الطبي هادي درتها جلت ديالتي هادي باقا الان ما جانيش الرد ديالها من الرباط هادي هما هادو طبعا هادو كنمشي للبارد الخاص باش كنبعث الوراق دياولي في البارد الخاص هادو كنصيفطهم طبعا وحده مصيفطاها وحده ثالث المعاقين هذيك باش في وراق صيفطتهم قالوا لي في الجمعيه قال لي صيفطني هاد الوراق راه هما طبعا هادشي كلشي هما مستلمينه لكن ما ردوش عليا وحده ديالت ان باش يساعدوني انا في الوضع ديالي وفي المعيشه ديالي وفي هادشي فهمتي اخويا طبعا ما ردوش عليا وحده دويت فيها عشان الاعاقه ديالي وصيفطت الوراق دياولي كلهم جمعتهم ديال الاعاقه وديال انني كنت نقرا في مدرسه حي المحمدي ديال المعاقين حتى هيايا وتا هي كلشي زعما كلشي جايباه وصيفطت لهم حتى حاجه ما داروها تلاقيت مع شي ناس ثاني قالوا لي راه كاينه واحد الصندوق ديال الملك محمد السادس الله يحفظه والله ينصره حتى هويا قالوا لي سيري صيفطي ليه راه كاينه غتديري شكوى غتصيفطيها للملك مشيت درت ثاني هاد الشكايه ها هي ماشي وصيفطت حتى هي في البريد الخاص طبعا البريد الخاص ما تخلصوش منه قالوا لي راه الشكايه اللي كتمشي عند الملك ما كيتخلصوش منه ماشي اخويا هي الشكوى درتها مشات حتى حد ما رد عليا قالوا لي عنده صندوق خاص بالرباط راه هو غادي يسمع لك طبعا الملك ديالنا غيسمع لي ضروري لما غيشوف هاد الورقه راه غادي يسمع لي ومعمر الملك ديالنا محمد السادس ما عمر ما غيسيبني اخويا عشان انا مغربيه في الاخر انا ماشي اجنبيه ولا مأيدو انا مغربيه وعمره ما غيسيبني لكن اخويا حتى حاجه ما جاني اخويا لا رد لا حتى شي حاجه اي ورقه كنديرها في المغرب حتى حد ما كيرد عليا حتى حد ما كيساعدني القفه هي الاخره تاع رمضان اللي مطلع الملك محمد السادس مطلع سيدنا الله يخليه لينا حتى هي كيجيو يسجلوك هنايا فيها وما كتاخذهاش مشيت عندهم تاهما بغيت قلت لهم بغيت نقابل القايد قالوا لي القايد ما كاينش قلت لهم واخا قلت لهم بغيت ديك القفه انا محتاجاها راجي ما خدامش ومحتاجه ديك القفه كنشوف القفه يعني عباد الله كيطلعوا فيها كيطلعوا فيها وقال لي لا راه ما كاين حتى شي حاجه ما كيعطيو والو وحنا عندنا هنا من الزنقه جابوا القفات اخويا الزنقه اخويا جابوا القفات وزعما كاين ماشي ما خد زعما كاين المفروض يجيو يشوفوا الناس اللي ما عندهمش يدخلوا للديور يشوفوا الناس اللي ما عندوش ناس اللي محتاجين حنا في ليبيا ما كانوش كيديروا هادشي في ليبيا خويا انا ما كنتش محتاجه في ليبيا انا بس بالقانون ديالي في ليبيا انا خويا الوراق ديالي طبعا هذا دفتر الشيكات هذا دفتر الشيكات ديالي ديال ليبيا هذا دايرينو لولادي ديال الايتام دايرينو لولادي الايتام هذا وعندي حق في ليبيا كنت كنصرف كنت ديما كناخذ المصروف ديالي الورقه ما كتجينيش لما بغاو ينتخبوا صيفطوا لي هاد الورقه ديال الانتخابات مع انني انا مغربيه معترفين بيا في المغرب مغربيه حره اما صيفطوا لي هاد الورقه وقالوا لي انتخبي وانتخب خويا الورقه اللي جاتني هادي والورقه ديال التجنيد لولدي حتى هي جاتني هاد الورقه هادي حتى هي جاتني ديال التجنيد لولدي منا معترفين دابا هاد الوراق هادو كيجيو لكن الوراق المهمين اخويا اللي ما كنبغي اخويا شي ورقه فهمتي اخويا شي ورقه المهمه داكشي اللي كنصيفط لي انا مفروض المسؤولين يشوفوا فيا وزير الداخليه حتى هو مفروض يشوف في حالي انني انا راني تاديت في المغرب لو كنت في دوله اجنبيه راه ما كانوش غيديروا معايا بحال هكا راني كنت عايشه فيها 24 عام وانا عايشه فيها راه ما كنتش هادشي المعامله انا اشتغل في المغرب قولوا لي راه سيدي هنا ما عرفتش فين نمشي دابا انا حتى المغرب من كثرت ما كثرت عايشه برا نسيت على شحال من حاجه في المغرب ما عارفاش فين نمشي وما عارفاش فين نجي كلشي يقول لي لو عندك واسطه راه غادي يديروا لك عندك واسطه غيديروا لك لكن اخويا انا ما عندي لا واسطه لا حتى شي حاجه عندي غير الله سبحانه وتعالى اللي خلقني في الدنيا وجابني ما عندي اخويا لا واسطه لا حتى شي حاجه ما عنديش حتى الصحه باش نخدم على ولادي انا جايبه معايا راجلي اجنبي تا المفروض هما يديروا لي الوراق ديالهم ما محتاجه حتى شي حاجه واش نمشي نتغرب ثاني بلادي بغيت نعيش فيها انا مش فين بغا نمشي فين انا قاعده في دارنا تمام ما عندهم شحال حالته بحالها نزيد ثاني نكملت كنت كملت عليهم انا دابا انا طالبه حاجه وحده بس صباح ان نديروا لي الحقل كانوا داير لي في الدوله الليبيه قال لي الدوله الليبيه لما ضربوا لي الدار وزعما كانوا الدنيا دمرت عندي داروا لي حقوق داوني المدرسه حطونا فيها نزحنا كنا نازحين في المدرسه هما الدليل عندي الدليل ديالي هذه الورقه
هذه الورقه المدرسه اللي كانوا حاطيننا فيها، هاي الورقه اللي كانوا المدرسه حاطيننا فيها وكانوا مراهيننا. هذه الورقه الاولى انت اخويا، هذه الورقه الثانيه تاع الرعايه اللي كانوا مراهيني في ليبيا، هذه ورقة ثانيه ديال المدرسه تاع هي. كانوا طبعا حنا كنا قاعدين طبعا ديال الحقوق، ان معترفين بنا اننا حنا كنا عشان الدار ديالنا طايحه وداك الشيء ما تمين بينا، زعما دايرين لنا حقوق اخويا. ها انت هذه الورقه، ها انت هذه، هادو زعما كن كلهم انا، هذه بتاعت انني المكان اللي كنت ساكنه فيه والدار ديالي طاحت، هذه بانني عندي انني عندي حاجتي، عندي الحاجات ديالتي اللي مشات ليا وداك الشيء اخويا. هذه الصوره ديال راجلي المصري زوا السفر ديالو، هذا اللي معايا دابا وعايش معايا دابا. الطلب ديالي انا كنتمنى الصوت ديالي هذا يوصل لمحمد السادس، الله يخليك لينا والله يحفظك لينا. انا كنتمنى زعما تشوف الرساله ديال، تشوف الكلام ديالي هذا وتوقف معايا، تشوف من حالي ونتمنى يوصل الكلام هذا للمسؤولين ووزير الداخليه، ونتمنى الناس يشوفوا بحالي حتى انايا. انا ما عنديش حتى الصحه باش نخدم.